إياد رمزي، مدرس تخدير وعلاج الألم من جامعة المنصورة. بحب الأول أشكر اللجنة المنظمة الدكتور نبيل والدكتور أيمن عبد المقصود على دعوتهم ليا. والحقيقة المنصورة وطنطا طول عمرهم إخوات وبلديات يعني، ودايما مع بعض كده إن شاء الله. أنا اخترت التوبك ده عشان الموضوع فعلا مالتي ديسيبلينري أو انتر ديسيبلينري، فاحنا محتاجين نعرف الرول اوف انترفينشن، وكبين فيزيشنز وبين كلينيشنز واساتذتنا الموجودين نستعرض الطرق الموجوده دلوقتي ونختار احسنهم ونعمل اويرنس للناس بالطرق اللي احنا بنعملها. طبعا استكمالا لكلام الدكتوره نهال في المحاضره اللي فاتت عن الرول اوف انترفينشن، بقى اللي انا هتكلم عليه الجزء ده في الابر جي اي تي تيومرز، ودي من الموست كومن تيومرز اللي احنا بنشوفها. الاتش سي سي او الليفر تيومر من اكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكوميونتي بتاعتنا في الدلتا يعني، ونامل ان شاء الله انها نسبتها تقل، لكن دي من اكتر الحاجات الكومن اللي احنا بنشوفها. وزي ما انا بقول دايما للريزيدنت عندي ان الانترفينشن بتاع الابر جي اي تي او السيلياك بلوك بالذات من الحاجات اللي هي ستاندرد، ولازم اللي هيختار ان هو يشتغل بين لازم يعرفها. بالنسبه لنا هي زي السباينال كده في الانستيزيا يعني، دي حاجه من الحاجات الكومن قوي انها بتتعمل. عشان كده هنستعرض النهارده التكنيكس اللي هي ممكن نعمل بيها سيلياك بلوك، وفي السبلانكينج نيرف بلوكس برضو هنستعرضها ونشوف انه هيبقى افضل. ولو قفلنا الفلاش وفتحنا النور بس عشان نشوف بعض يعني. وبعدين احنا جايين من سفر ممكن الناس تنام في الضلمة. عن نفسي. الرول اوف سيمباثيك نيرف بلوك في الابر جي اي تي، يمكن ده من الحاجات اللي بتيجي في المقدمة في التريتمنت. زي ما الدكتور نبيل قال السيلياك بلوك او البلوك في الابر جي اي تي كانسر مش زي بقيه الكانسرز. ده من الحاجات اللي هو بيفضل انه يتعمل في الاول ايرلي مش ليت في اللادر، عشان لو حصل الليمف نود انلارجمنت او اديشنز ممكن النيوروليتك او البلوك يبقى فيلد. فده من الحاجات اللي بيفضل ان هي تتعمل ايرلي في الافتر دايجنوز في كانسر. والافكتفنس بتاعه زي ما احنا شايفين بيبقى من 70 ل 90% لونج لاستنج بين ريليف. فهو قد كده افكتيف، قد كده افكتيف، وقد كده مهم بالنسبه لنا قوي، لان حالات عاقل كده ماشي. حالات الابر جي اي تي تيومرز دي والهيباتوما بالذات من اكتر الحالات اللي احنا بنشوفها. السيلياك بليكسس الاناتومي بتاعها هي بتبقى موجوده قدام L1، بتبقى فيري كلوز للاورطه. والتكنيكس عندنا اللي بنحقنها بيبقى يا اما ريترو كرورال او انتي كرورال ريجاردنج كراس اوف ذا ديافرام. يعني احنا عندنا تكنيكس ريترو كرورال وانتي كرورال. بالنسبة للكلاسيك بوستيريور ابروتش اللي هو زي ما الدكتور نبيل قال كان من 20 سنة فعلا طلع أول الحاجات اللي اتعملت. ده زي ما احنا اتعلمناه كده في الأول خالص على إيد الدكتور عمر توفيق الله يرحمه، الراجل اللي حط بذرة البين فعلا في مصر، وده يبقى في ميزان حسناته طبعا إن شاء الله. ده علم فعلا ينتفع بيه. زي ما اتعلمنا في الأول خالص الكلاسيك تكنيك ده ان احنا بنعمل ايدنتيفيكيشن ل L1 اندر فلوروسكوبي طبعا، دي اللاست ريب اي تي 12 دي L1. بعد كده طبعا العيان بيبقى نايم برون، للناس اللي هم مش في الفيلد بتاعنا، العيان ده بيبقى نايم برون وبيبقى اويك والمنوتورد، ممكن ياخد مايل سيديشن او انالجيزيا ان فورم اوف فنتانيل. واحيانا لو العيان ديبليتيتد، عينين الكانسر دول معظمهم بيبقوا ديبليتيتد فما بنديلهمش سيديشن، جاست بنشتغل باللوكال انستيزيا.
التكنيك مش مينفول قوي في السكيلد بيرسون، ممكن يتعامل بسرعة، عشان كده ما بنحتاجش ندي سيديشن قوي. العيان نايم برون، بعد كده بناخد مار او خط كده بارلل لللور ايدج بتاع L1، وخطين تانيين لللاست ريب 12 ريب، وعند النقطتين دول بندخل بالإبرة. الدايركشن بتاعنا بقى 45 درجة ميديالي و15 درجة كفالات. بعد كده بنكونفيرم طبعا السايت اوف ذا نيدل بالفلوروسكوب ان هي في الانترو بستيريور جاست، تبقى باست اللاترال ايدج بتاع الفيرتيبرا كده. والدبث بتاع النيدل بنعمل لها كونفرميشن باللاترال فيو. الاي بي فيو دايما بنحدد بيه الدايركشن بتاع النيدل، واللاترال بنحدد بيه الدبس. عشان كده اللاترال فيو ده دايما بنقعد نعمل الترنيشن بتوين الاي بي فيو واللاترال فيو طول ما احنا شغالين، كل نص سنتي او 1 سنتي. للبيجنرز طبعا كل نص سنتي ده يفضل عشان يبقى عارف هو رايح فين بالظبط، بالذات لو نوت تاتشنج بون، يعني لو البيجنر بقى ده لسه دخل بالابره والنوت تاتشنج بون خالص، فمعناه ان هو ممكن يبقى يبروسيد بالنيد اللي قدام قوي يعمل انجري لاي ستراكشر. عشان كده دايما بناكد ان هو بعد ما الابره تدخل 3 4 سم مثلا دايما ناخد اي في ولاترال فيو. بعد كده بندخل بالنيدل الثانيه بنفس الطريقة ونحن داي. التكنيكس اللي كنا بنقول عليها الريترو كرورال بتبقى يدوب جاست النيدل باست الفيرتبرا ب 3 ل 4 سنتي. الديستريبيوشن بتاع الداي بيبقى كده. بعد كده بنحط بقى الانجكتيت اللي احنا هنحقنه، لو هي فور دياجنوستيك او بروجنوستيك هيبقى لوكال انستيك 20 ام ال اتش سيرين. لو هي نيورولوتيك هنعمل ديستراكشن للسيليا الجانجليا مره واحده، هيبقى الكحول 50% مصري، هو من 50 ل 90%، بس معظمنا نستخدم 50% الكحول. يفضل ان هو يتحقن قبله ليدوكين لانه اريتنت جدا، ولازم العيان يبقى اوير بالكلام ده. يعني بنعرف العيان كويس ان هو هيحس بحرقان شويه وبعد كده هيروح، بعد 3 4 دقائق هيروح. فمهم قوي نحط التو نيدلز الاول في مكانهم، بعد كده نحقن مرة واحدة، لأن لو حقنا مرة واحدة العين هيحس ببين شديد ومش هنعرف نحط النيدل التاني. كمان احنا دايما بندخل من الليفت سايد الأول عشان لو وصلنا الأورطة بنحقن ترانس أورتك، نعدي الأورطة ونحقن من سنجل نيدل بس، نحقن ترانس أورتك. ده التكنيك اللي هو الكلاسيك اللي كلنا اتعلمناه في الأول. السبريد بتاع الداي زي ما احنا بنقول بيبقى في يا دوب باست اللاترال بوردر بتوين الميديال او السبانس والسيسور اللاترال بوردر كده. التكنيك اللي طلع بعد الكلاسيك ابروتش ده واللي انا يعني شخصيا او براكتيكالي بفضله بحس ان هو اسهل، اللي هو الترانس ديسكال او التانل فيجن ابروتش. ده ليس كومن يوز، مش مستخدم كتير، بس هو كتكنيك يعتبر اسهل من الكلاسيك، لان النيدل في التكنيك ده في التانل فيجن بتبقى ماشيه مع الريز، ومش المفروض انها مش بتخبط في اي حاجه تانية، او نسبه الكومبليكيشن او الانجري الاورجانز تبقى اقل من التانية. المشكلة فيه طبعا الأساسية إنه ممكن يعمل ديسكايتس، فعشان بنتجنب الديسكايتس ده لازم يبقى أندر كومبليت أسيبتيك كونديشن. هما لقوا برضو إن السكن في دراسات كتير هو أكتر حاجة بتعمل
انترودكشن لاورجانيزم جوه الديسك. عشان كده يعني بيفضل ان هو انا بعمل ماينور سنب كده بالمشرط الاول بحيث ان انا ما ادخلش بالنيدل، ما اخدش جزء من السكين جوه الديسك نفسه. في نفس الوقت السنب دي بتسهل لي حركه النيدل لو حبيت اغيرها شمال او يمين. ده الفيو بتاعنا. احنا بنخش في اوبليك فيو بالاندر فلوروسكوب، بندخل في الديسك البين T12L1. ده بنعمل مارك طبعا بآلة. بعد كده بندي لوكال انستيزيا برضو. طبعا التكنيك ده اندر لوكال زي التاني ويمكن اسهل وليس بينفول عن الكلاسيك. المفروض النيدل في التانل فيجن تكنيكس كلها اللي هي في معظم حالات البين بتاعتنا تبان كبوينت. تبان كبوينت ده معناه ان احنا ماشيين صح، ان النيدل في البارلل ريز. لو باينه كده او كده يبقى معناه ان احنا مش ماشيين صح وهتحتاج ري دايركشن كتير قوي. طبعا بناخد اللاترال فيو لما بنوصل للديسك هنا بنحقن داي، نتاكد ان الداي دي الديستريبيوشن بتاعها جوه الديسك برضو مانيش لاترال. ممكن تبقى انت شايفها ان هي جوه الديسك وفي اللاترال فيو هتبان مع الداي الديستريبيوشن بتاعها جوه الديسك. بعد كده بدخل بالنيدل الثانيه برضو من الاذر سايد في اوبليك فيو نفس الكلام، والنيدل برضو تبقى بين بوينت ذا بيست. بحقن داي، ادي التو نيدلز في اللاترال فيو بحقن داي. بعد كده بعمل انترودكشن مور انترودكشن للتو نيدلز مع بعض واتاكد ان انا عديت الديسك بلوس اوف ريزيستنت تكنيك، وبحقن داي اشوف الديستريبيوشن بتاعها. بعد كده بحقن برضه نيوروليتك في التو نيدلز مع بعض. الحقيقه ان التكنيك اللي فات ده انا بعتبره ان هو اسهل من الكلاسيك، لان مش بقى في الكلاسيك لازم نخبط بون ونعمل ريدايركشن نيدل، وممكن الانجري لاورجانز زي الكيدني او الهيماتوما اللي ممكن تحصل نتيجه الاورطه او الانفيرو فينا كافا. بالذات العينين الهيباتيك دول طبعا كلهم بيبقى فيهم كواجلوباثي، وقصه الهيماتوما بالنسبه لنا هوربل يعني. فطبعا التكنيك ده ما بيع تقريبا مستلي ما لو اتعمل بالطريقه دي فيري سموث ورابد وما بيعملش انجري لاي حاجه، ما فيش في طريق النيدل اورجانز او بلاد فيزل زي التكنيك الكلاسيك. الكومبليكيشن بتاع السيلياك بلوك بقى كارديو فاسكولار كومبليكيشن الهايبوتنشن، وده موست فيرابل. وفعلا لو عيان حصل له هايبوتنشن ده بيبقى للاسف ساعات بيبقى بيرزيستنت نتيجة السمستاتيك بلوكيت ده. في بعض العيانين هي رير، بس لما بيحصل فعلا يعني فيري ديفيكالت تو بي كوركتد، فيري ديفيكالت. ان العيان كل ما يقوم بيبقى عنده بشرة هايبوتنشن. تخيل بقى عيان كل ما يجي رايح الحمام يدوخ وهو قدامه، يعني لو حتى قدامه في يعني لايف اكسبكتنس 6 مانثز ممكن يعيش ال 6 مانثز دول كده. فده هوربل كومبليكيشن، هو رير بس بيحصل، يعني لما بيحصل بيبقى مشكلة كبيرة. الهيماتوما زي ما احنا قلنا نتيجة انجري الاورطة او انفيريو فينا كافا او وات ايفر. جاسترونتستاينال كومبليكيشن الهايبر موبيليتي والانتراكتابل دايريا برضو دي تاني مشكلة رير، ولما بتحصل برضو تقريبا انكوركتابل وهوريبل برضو بالنسبة للعيان ديبيليتيتد ان هو يعيش يبقى عنده دايريا على طول. دول مشكلتين الرئيسيين في السيلياك بلوك، لما هم رير بس لما بيحصلوا بتبقى مشكله كبيره. جينيتو يورينري كوميونيكيشن زي كيدني بانكشر ده نتيجه في الكلاسيك ابروتش زي ما احنا قلنا اكتر لوس اوف كنترول اوف بلادر امبوتنس. بالمونري كوميونيكيشن نيوموثوركس. سيستميك كوميونيكيشن بقى ده لو حصل اكسيدنتال انتر فاسكولار انجكشن ده بنتلافاها واحنا شغالين بقى، يعني واحنا شغالين الداي اللي احنا قلنا عليها دي
هي دي فايدتها انها تبين لنا ان احنا في المكان السليم، مانيش في بلاد فيزل مثلا. لو في بلاد فيزل بيحصل حاجه اسمها ران اوف، يعني الداي بحقنها مش شايفها، كل ما حقنها مش شايفها، يبقى انا اكيد في بلاد فيزل. حتى لو بالاسبيريشن ما بجيبش بلاد، ما بتحصل في لو العيان بلاد بريشر بتاعه قليل او انا في بلاد فيزل صغير هعمل اسبيريشن مش هجيب بلاد. الداي بقى دي ميزتها انها تاكد لنا ان انا في مكان سليم، فدي دي افويدبل. الالكوهول انتوكسيكيشن لو حصل بيحصل سيزرز او انكونشسنس، دي رير برضو مش بتحصل كتير. والفينول بيعمل ترانزيانت تينيتس وفلاشنج، في الهاي دوز قوي ممكن يعمل سنترال نيرفس سيستم ديبريشن او كوم. نيورولوجيكال كوميونيكيشن برضو ممكن يحصل سباينال كورد اسكيميا او باراباريسيس او بارابليجيا، دي رير بس ممكن برضو تحصل. سنسوري او موتور لوس لو حصل سبريد للنيوروليتك ده لنيرف روت او موتور نيرف. جينيتو فيبرال نيورالجيا والان ادفيرتنت زي ما احنا قلنا ابيديورال او انتراسيكال بنكشر، دي رير برضو. البين بقى مكان النيدلز نفسها احيانا بيحصل. ده كان اللي فات، ده كان السيلياك بلكسس بالتكنيكس بتاعته. بعد كده في طلع تكنيك اللي هو السبلانكينج نيرف، السبلانكينج نيرف بلوك. السبلانكينج نيرف ده بيبقى بيتكون من جريتر والليسر والليست سبلانكينج، ومكانه بقى عندي تي 12 او التكنيك اللي احنا بنعمله. طبعا وفي تو تكنيكس، كلاسيك تكنيك برضو والتانل فيجن تكنيك اللي هو دلوقتي بقى الموست كومن تكنيك في كل البين انترفينشن، اللي هو ازاي ان انت تبقى داخل بتانل فيجن، يعني انت الريز كده فتحط الابره في بارلل للريز يبقى انت شايف الابره كانها نقطه. دي اسهل طريقه بنستخدمها في معظم التكنيكس دلوقتي بتاعك. نفس الطريقه بنعمل بيها اللي هو التانل فيجن ده، السبلانكينج نيرف بيبقى عند تي 12 برضه العيان بيبقى نايم برون واويك، بالذات لو هنعمل له راديو فريكوانسي بقى. لو هنعمل السبلانكينج ده براديو فريكوانسي فلازم العيان يبقى اويك، ما ينفعش اديله سيديشن عشان بساله انا على حاجات، لازم العيان يبقى صاحي معاه. بناخد برضه الاي في فيو ونحدد السايت اوف انتري بتاعنا. بندخل عند تي 11 ما بين الريب واللاترال بوردر اوف ذا فيرتبري، برضه في اوبليك فيو، يعني ما بيبقى الاي بي فيو بعد كده بناخده اوبليك لغايه 45 درجه تقريبا. ده المنظر كده بالظبط، ده منظر السي ارم اللي بندخل عليه بيبقى في الاوبليك فيو كده. النيدل بتبقى شكلها كده. طبعا التكنيك ده عند تي 11 يعني باللورا يعني ريسك اوف نيوموثوركس، وده اللي بيخوف معظم الناس من التكنيك ده. بس بالنسبه لنا لو حد يعني المفروض اكسبرت هيبقى النيدل بالنسبه له كده تانل فيجن، هيبقى ان كونتاكت فيري كلوز مع البون. لازم انا لما ادخل اخبط في بون الاول، بعد كده ريدايركت النيدل لاترال، بعد كده ميديال، بعد كده لاترال، بستخدم كيرفد نيدل عشان كده بتسهل لي كتير الحركه دي. التكنيك ده سهل جدا عن السيلياك بطرقها المختلفه، ولو اكسبرت فعلا ما بياخدش 5 دقائق، فبيفيد قوي العيان، العيانين اللي هم الديبليتيتد، العيانين الهيباتوما اللي ما يقدرش ينام على بطنه كتير، ده بيبقى اسرع وقفل. برضو زي ما احنا قلنا بنتاكد من الدبس بتاع النيدل في اللاترال فيو. المفروض ان النيدل بتوصل ما بين جانكشن ما بين الانتيريور ثيرد والبوستيريور تو ثيرد اوف ذا فيرتيبرا زي ما احنا شايفين كده. انا هحول لحضرتك، قول لي بس احول وانا هحول لحضرتك. لا 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 شغال معاك. بعد كده بناخد الاي بي فيو زي السيلياك بالظبط، برضه نتاكد ان النيدل جاست تاتشنج اللاترال بوردر اوف ذا فيرتيبرا. بعد كده بدخل بالنيدل الثانيه نفس الطريقه
نيدل التانية هي بين بوينت وده ترانسفيرس. التو نيدلز في اللاترال فيو بيبقوا لو المفروض داخلين بشكل صح بيبقوا يبانوا تقريبا كنيدل واحدة. بارلل بيبقوا تقريبا بيبانوا كأنهم نيدل واحدة زي ما انت شايف. بعد كده بنحن داي ونتأكد من داي اوف ديستريبيوشن. ده لو هنحن نيوروليتك ممكن نستخدم فينول او الكحول برضو. الكمية بتاعته بتبقى اقل كتير، ممكن من 5 لـ 7 سنتي بير سايد، وممكن نعملها سنجل سايد او دبل سايد. فحتى التوكسيستي والكلام ده اقل برضو من السيلياك، عشان كده دايما بنقول انها احسن من السيلياك شويه في الحاجات دي. ممكن كمان دلوقتي بنستخدم معاه، ممكن ده يتعمل بريديو فريكونسي بقى، لكن السيلياك صعب ما بتعملش بريديو فريكونسي. الريديو فريكونسي ميزته انه يعمل فيري بريسايز ليجن صغير جدا، مش هيعمل المشاكل بتاعه النيوروليتك لو هرب في الانترافاسكولار، لو مش عارف ايه، او لو عمل بلوك اكبر فيعمل الهاي بوتنشال. لا، بيبقى فيري بريسايز ليجن. لو انا عايز اعمله قد كده بعمل نفس التكنيك. بالنسبه لنا بيبقى اللي هيفرق هنا ان العيان طبعا زي ما احنا قلنا في الريديو فريكونسي لازم يبقى فولي اويك، ما ينفعش يديله سيديشن، وبيبقى اندر لوكال بس، بيبقى كونكتد بالماشين بتاعت الريديو فريكونسي والبليد اللي هو الجراوند بليد بتوصل. بعد كده بعمل سنسوري ستيموليشن وموتور. السنسوري المفروض العيان يحس بجاستريك بين، عشان كده بقول لازم العيان يبقى صح. لو العيان حس بجاستريك بين يبقى انا كده في المكان السليم صح تمام. الموتور هنا بقى المفروض يبقى نيجاتيف. لو انا لقيت موتور كونتراكشن في الانتركوستال نيرفز يبقى ده مش مكان السليم، المفروض اطلع بالابره واغير الدايركشن. ده المفروض يبقى نيجاتيف. عشان كده زي ما احنا بنقول الريديو فريكونس سيلكتيف قوي ومور بريسايز وليس كومبليكيشن. الليجن بتاع الريديو فريكونسي هو بينفل طبعا برضو زي الالكحول كده، بس مش للدرجة يعني. احنا بنحقن قبل، بعد ما نعمل استيموليشن نتأكد ان احنا في المكان السليم. بحقن لوكال انستيك واستنى 1 لـ 2 مينتس. بعد كده بعمل ليجن عند 80 درجة لمدة 90 سكند. ليجن كده ميديال سايد، وبغير الدايركشن بتاع النيدل لاترال واخد ليجن تاني، يبقى بعمل 2 ليجن ميديال ولاترال. بعد كده ممكن احقن تراي امسنلون 40 مللي جرام عشان يقلل النيورايتس اللي ممكن تحصل بعد الايه الراديو فريكونسي. الكوميونيكيشن هنا طبعا بقولها زي ما قلنا اشهره من نيوموثوركس، بس لو احنا داخلين تكنيك صح فيري ادجيسنت للبودي فيرتبرا، خابطين بوم الاول وبنعمل ريدايركشن للنيدل، هيبقى الانسيدنس بتاع نيوموثوركس ده فيري مينيمال. بعدين النيوموثوركس ده احنا طبعا بنخلي عيان يبقى in hospital for at least 6-8 hours. فلو حصل نيوموثوركس يبان، وقبل ما يحصل نعمله discharge المفروض يعمل اكس راي برضه. لو في مينيمال حتى نيوموثوركس هيبان، والمفروض المكتوب حتى لو في مينيمال نيوموثوركس ممكن يحصل بيبقى spontaneously resolved. ما شفناش لغايه دلوقتي حاله حصل فيها مثلا تنشن نيوموثوركس او حاجه زي كده. الكونكلوجن زي ما احنا شفنا، احنا عندنا طريقتين للبلوك اوف ابر جي اي تي تيومرز اللي هي الموست كومن في منطقه الدلتا عندنا. ريجاردنج السيفتي زي ما احنا شفنا التانل فيجن تكنيك للسيلياك جه بعد الكلاسيك، والسبلانكنج دلوقتي كريديو فريكونسي يمكن ليست كومبليكيشن. فممكن في الفيوتشر ده يعني ده اللي هنطرحه بقى، وهل ممكن ان فعلا السبلانكينج ده يحل محل السيلياك تماما؟ شكرا.